كتير من الناس بتبقى عندها حصوايه بايظه، سواء مروقه وهي بتبقى فاضيه تمسكها تترج، او مكبوسه. مكبوسه دي يعني الزغلول مات جوه الحصوايه او البيضه. طبعا ده بيبقى ليه سبب وده ليه سبب. النهارده ان شاء الله هنوريكم الاثنين عملي، وهنوريكم الحل عملي برضو. مش هنقول على ادويه، من غير ادويه هوريكم هنعمل ايه في الحمام. طبعا اكتر حاجه بتضايق الغاوي لما يبص يلاقي زغلول طالع وجنبه البيضه التانيه ما فقستش. طبعا دي بيبقى ليها اسباب كتير جدا، لازم الواحد بس الاول يفكر في الحاجه، ما ياخدش الحاجه قفش. طيب في البدايه انا ليه سايب الحصوايه جنب الزغلول؟ لان الزغلول وهو صغير بيميل على جنبه، ممكن لو الحمام مثلا تقيل او ما عندوش خبره ممكن يعور الزغلول، فالزغلول بيحتاج الحصوايه جنبه علشان يسند عليها علشان ما يميلش على جنبه. وعشان الذكر والنتاية لما يجوا يرقدوا عليه الزغلول بيبقى مسنود، ما يميلش منهم يمين وشمال. طبعا لما بيكون زغلولين جنب بعض بيبقوا ساندين بعض. دي حاجات صغيرة برضو خلي بالك منها. القص ده طبعا من اجمل الحمام عندي، وانا بستخدمه يعني كحمام زينة، يعني زاجل زينة بهجن فيه. انا عايز اوصل فيه باذن الله للمستوى ده، ان شاء الله نتابع مع بعض ونوصل له باذن الله. طيب المهم القص ده تالت عش يعمل الحكاية ديت. انا دلوقتي لازم اعرف الحصوية ديت مكبوسة ولا مروقة. ليه؟ لو مكبوسة هتبقى حاجة من اتنين، اما القشرة تقيلة والزغلول مقدرش يكسرها ويطلع قشرة البيضة، ده يبقى تمليح زيادة، واما في مرض عند الحمام وبيتنقل للجنين اللي هو الزغلول جوه البيضة، ففي زغلول بيكبر زي كده ده بيطلع سليم، الزغلول التاني اللي اتنقل له التعب بيموت جوه الحصوايه. يبقى لازم نعرف السبب الحاجه الاول علشان بعد كده نعرف علاجها. زي ما انتم شايفين الغمقه دي ما شاء الله هي النتايه، والازرق اللي هناك ده هو الذكر. طبعا دول يعني مش خوات ولا حتى من نفس السلاله، ده حاجه وده حاجه تاني خالص، بس انا بلقيهم مع بعض عشان اوصل للنتيجه اللي ان شاء الله قلت لكم عليها دي. طيب انا دلوقتي هاخد الحصوايه لان الزغلول كبر خلاص ومبقاش محتاجها، مش محتاج يسند عليها. طبعا لازم الواحد بيتعامل مع الحمام برضو واحده واحده، يعني ما تزقش الحمامه قوي، ما تضايقهاش. الحصوايه دي طبعا انا لما خدتها لقيتها ان هي مكبوسه، طبعا ما رضيتش اصورها لان بيبقى فيها دم وبيبقى فيها يعني ريحه وحاجات زي كده، فالواحد بايه بيسيبها خلاص هي مكبوسه. مكبوسه يبقى الحمام تعبان، لازم الحمام ده يتعالج علشان بعد كده الحصوات التانيه تشتغل. يبقى ده كده عرفنا الحل بتاعه. طيب لكن لو البيضه التانيه ترويق زي مثلا دوت، ده الزغلول التنين، وانتوا عارفين ان احنا لقيناه واول عش كسر البيض، تاني عش زغلول واحد فقس والتاني لا. طيب لازم نشوف دي مروقة ولا الحمام تعبان. النتال مع الزغلول التنين على فكرة بنت القص اللي لسه كان قدامكم دلوقتي، بصوا سبحان الله طالعة نسخة من النتاية ما شاء الله عليها. الحصوية دي طلعت مروقة. طيب مروقة ليه؟ أكيد الزغلول التنين مش عارف يكسر كويس. طبعا أنا مش هلعب في جناحه زي ما أنا قلت لكم من البداية، لان يعني وضع الريش في الجناح صعب، فانا لو نتفت الريش هيبقى صعب عليه، انا مش عايز اقلمه فسايبه براحته مش مشكله. يعني احنا كل الحكايه اللي احنا عايزينها منه نعرف الزغلول يطلع زيه ولا سليم. طيب دلوقتي احنا هنشوف لو القص بيروق بسبب طبيعي، يعني بسبب جسمه هو، والحاجه دي بتتعمل مع الحمام الزاجل او الزينه او الغزار، اي حمام، خصوصا طبعا مع حمام الزينة. بصوا الذكر جامد ومع قلة مسك الحمام بتلاقيه مش عايز يسكت. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنقص الجناح في قصة، شايفين عند اخر العلامة بتاعت الجناح ديت بتقوم شايل الريش اللي على الحرف اللي هو الريش اللي بيطير بيه. وادي الجناح التاني نفس الكلام، بصوا العلامة فين؟ من عند اخر الريش الملون وبتشيله، بتيجي عند الديل برضو بتشيل الحتة اللي هي السنتي ولا 2 سنتي الغامقة دي،
كل ده بيساعد الذكر والنتايه ان هم يكسروا كويس، لان احنا بنبص على سبب الترويق ان الذكر مش عارف يكسر كويس، السبب منه او من النتايه. هنيجي بعد كده عند فتحه المجمع، بس خلوا بالكم، بصوا انا ماسك الحمامه ازاي، مثبتها ازاي. لو انت مش هتعرف تشتغل بالمقص ما تعملش الحكايه دي، لانك ممكن تقص جسم الحمامه وتعورها، فخلي بالك. وبعدين بيبقى الفرد رجله متنيه، الكوع بتاعه جاي برضو عند فتحه المجمع، ممكن تقص رجله، فده تحذير. لو مش هتعرف تقص بلاش، او ممكن حد يمسك معاك، لانك ممكن تقص جسم الحمامه. شوف انا حذرت كتير. طيب انا بعمل كده ليه؟ فتحه المجمع بيبقى فيه عندها ريش خشن، ممكن تلاقي ريشه او اتنين. الريش الخشن ده بيعمل ايه؟ بيخلي الذكر لما يجي يلقح النتايه ما يعرفش يلقحها. الريش الخشن ده ساعات بيكون في الذكر وساعات في النتايه. بصوا كده اللي عند فتحه المجمع الريش كله ابيض كويس، ما عدا الحته اللي عند فتحه المجمع دي بتبقى ريش غامق، سبحان الله. فانت لازم توصل للريش دوت وتقصه، بتلاقي كده في ريش عامل زي الشوك. طيب لو انت نتفت الريش ده هيطلع تاني عامل زي الشوك، لكن لما بتقصه قص ما بيطلعش، بياخد وقت بقى مع القلش. اهم حاجة ان اللي مش هيعرف يقص بالمقص ما يقصش. طيب في الحالة دي احنا بنعمل حاجة من اتنين، اما بنقص خالص لحد ما بتوصل للجلد، واما بتسيب الريش الناعم. انا ما بحبش اوصل للجلد، ليه؟ علشان لما يرقد على زغلول او على بيض الجلد ده ما يلزقش، يعني هو محتاج الريش النواعم ان هو يرقد على الزغلول او على البيض، فانا بسيبه له. لكن شايفين الريش الغامق اللي جوه ده هو ده اللي بيتشال، لان بيبقى عامل زي الشوك اهو. شوفوا سبحان الله بتبقى غامقه في وسط الريش الابيض. خلوا بالكم اهم حاجه اللي بيقص قص كويس. طيب احنا دلوقتي خلصنا من الذكر، هنجيب النتايه برضو. بص النتايه ما شاء الله عليها، يعني فيها اسود وفيها خوخي، اللون جميل والعين بكمه، فدي ان شاء الله هنشتغل عليها باذن الله لحد ما نصفي اللون خالص تبقى بكتاف ان شاء الله، يعني بحيث ان هي يبقى مصنف ان هو حمام زاجل زينه بتطير بكل حاجه. الذكر مرمي من 5 كيلو، لكن النتايه ما ترمتش، لان النتايه كان داخلها حمام تقيل ما برمهوش، لكن زي ما انتم شايفين العين البكمه والشكل الجميل، يعني ما شاء الله عليها انتهى حلوه. هنعمل نفس الكلام، بصوا الجناح بيتقص منين اهو، نفس الطريقه اهو، وادي الديل كمان. بعد كده بتقلب النتايه بالراحه علشان ما تتعورش، اهم حاجه تبقى مثبتها كويس، اهم حاجة. يعني شوف انا حذرت كتير من المقص، برضو بتوصل لحد الحتة بتاعت فتحة المجمع وبتشيل الريش الخشن بالمقص، ما تشدهوش شد، هيطلع اخشن من الاول لو شدته شد. بتتأكد ان الريش الخشن ده طلع وبترجع الحمامة مكانها. بالنسبة لو الحمام كبس هتتأكد من حاجتين بعد كده، هتتأكد ان الزغلول في نفس الميعاد مع الزغلول التاني، انك تفتح الحصوايا، يعني الزغلول فقس تاني يوم بالكتير تفتح الحصوايا. يبقى هما ممكن يكونوا محتاجين مثلا انتينال او خل التفاح، اي حاجة بتبقى مطهرة. انا عن نفسي هستخدم خل التفاح، هدي خل التفاح 3 ايام، وبعد منه ان شاء الله هدي خميرة اديها يوم او اتنين، بحيث ان انا اكون قضيت على البكتيريا اللي في الحمام كلها، وبعد كده الخميرة تزود البكتيريا النافعة. تحياتي لكم جميعا، أخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.